الوزارة دعمتكش عاونتكش قبل دعمت في عهد بن علي دعمت توا باش دعمتك سواء دعمتني في اعمال في البوم وقت زوز البومات عليه في بيريود كورونا وزارة الثقافة أنا ما دعمتكش لا ما قدمتش الحقيقة أنا ما قدمتش ولكن باش نقول لك قدمت في قدمت على عروض صيفية وما عطتنيش ومرة عطتني مبلغ معناها ما مش نحكي عليه خاطر بالحق يضحك برشا مبلغ نتاع شنو؟ مبلغ نتاع العرض فهمتني وبعد تلفت نرقى البلاصة البلاصه في بعيده برشا معناها في الاخر قداش المبلغ ماشي ترونسبور ليه ما نحبش نحكي عليك والله ما تقول والله يضحك والله قداش المبلغ يضحك برشا في قداش تي لي قولي هو يا ودي قداش مش اكثر من اروى 100000 مش اقل من اروى في الجنوب وين في الجنوب معناها تحب معناها انت تمشي معناها للجنوب انت وفرقتك وقداش معاك الناس ومعاك التكنيسيان قداش اقل من 3000 دينار قداش اقل من 3000 دينار يا ودي قداش انا قلت لك اقل من 2000 وزيد نحي منهم كل ما تنحي منهم الاداءات مليون و500 فهمتني ما يكريولكش هذوما كاميون باش ما يجيبوش سونو ما يجيبوش سونو ما يجيبوش سونو ما يجيبوش سونو و4 ميكروويف ما يجيبوش سونو شو المشكلة؟ حق البرايف ما يتخلصهمش الوزارة في حقيقة الأمر تدعم عروض لجهات واسمها تدعم الفنان معناها لو كان جات تدعم الفنان العرض اللي يتكلف لي أنا 4 ملايين تعطيني 5 باش أنا نمشي في أحسن الظروف ونقدم عرض جيد واضح أما أنك تعطيني أقل من تكلفة عرضي موزودة